الأهم والأجمل والأكثر اطمئنانا أنها لن تكون فقط ليلة مصرية. وصلت لنا رسائل من كل المصريين، مصريين كتير قوي خارج مصر، وأكثر منهم رسائل من العرب اللي خارج مصر في الدول العربية وفي أي مكان وبقى، عايزين يشاركوا في هذه الفعاليات، ويكون بتنسيق بسيط زي ما بنعمل ونظبطها. 4-13 مارس مش هتكون ليلة مصرية فقط، ستنبض القلوب العربية بحب قلب الوطن الجريح مصر. تحية لكل العرب، تحية لآلاف الرسائل المعجونة بالقهر والحب والمصير المشترك. 13 مارس 2019، من 11-11:30 ومن 12-12:30 بتوقيت القاهرة، لن تكون ليلة مصرية. ستأتي الصفافير والإضاءات من كل حدب وصوب. نوبة الصحيان التانية مش هتكون مصرية بس، عشرات الآلاف من الرسائل اللي جت من أهلنا وناسنا في الدول العربية عايزة تشارك، عايزين يقولوا لكم إن هم معاكم. الأربع اللي جاي إخواتنا وأهلنا وناسنا العرب هيضموا على المصريين المشاركين في نوبة صحيان. اطمن أنت مش لوحدك، هتكون بالسوداني والجزائري والأردني. اطمن أنت مش لوحدك، هتكون بلسان مغربي وليبي ولبناني وتونسي. فلسطين الداخل والغزاوية هيصرخوا معاكم صرخة قوية. كل الأحرار من الشعوب العربية في نفس واحد مع أشقائهم المصريين هيقولوا اطمن أنت مش لوحدك. هيشاركوا في فعاليات زي ما يحبوا، تصفير، كلاكسات، ألعاب نارية، ليزر، وقفة بالشموع، زي ما المصريين هيعملوا إخواتهم العرب هيعملوا بالظبط، عشان نقول للدنيا أننا جسد واحد وأمة واحدة، ومصر القلب الجريح اللي لازم يتعالج بإذن الله ليصح البدن العربي. 4-13 مارس من الساعة 11-11:30، وهنعيدها تاني من 12-12:30 مساء بتوقيت القاهرة. اطمن انت مش لوحدك.